متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة بايرن ميونخ وكولين التي تقام بالجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة اليوم السبت 5 مايو 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة ومعلق المباراة أيضا. وتقام المباراة على ملعب راين إنرجي ستاديون بمدينة كولين بألمانيا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الألماني بيبيانا شتاينهاوس الذي يبلغ من العمر 39 عاما. ويدخل فريق بايرن ميونخ هذه الجولة وهو يحتل المركز الأول برصيد 81 نقطة، كما يحتل فريق كولين المركز 18 برصيد 22 نقطة. وتقام مباراة بايرن ميونخ وكولين اليوم السبت 5 مايو 2018 في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثانية والنصف بتوقيت تونس والجزائر، والخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والواحدة والنصف بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة على قناة بين سبورت HD5. ويعلق على المباراة المعلق الرياضي محمد بركات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.